علمها. محمد خاتم الرسل الذي خضعت له البرية من عرب ومن عجم، قد أبلغ الوحي عنه قبل بعثته مسامع الرسل قولا غير منكتم. فذاك دعوة إبراهيم خالقه، وسر ما قاله عيسى من القدم. قد كان في ملكوت الله مدخرا لدعوة كان فيها صاحب العلم. نور، نور تنقل في الأكوان ساطعه تنقل البدر من صلب إلى رحمي، حتى استقر بعبد الله فانبلجت أنوار غرته كالبدر في البهم. واختار